السلام عليكم. هناك خطأ يقع فيه بعض الناس سواء النساء أو شباب، وهو النوم من غير ملابس. هذا النوم من غير ملابس يكون سبب لتعرض الإنسان للمس الشيطاني الجنسي أو ما يسمى بمس العاشق، لأن الشيطان أو الجن عندما يرون هذه المشاهد يعني يتلذذون ويستشعرون بشهوة، فيلتجئون إلى هذه المرأة وهذا الشخص. فإياك أن تنام عاري الملابس. لماذا عندما تدخل الحمام تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهم من الجن؟ فلكي تحجب أعينهم عنك فلا يروك وأنت في داخل الحمام تقضي حاجتك، تستحم، تتروش. فعندما تذكر هذا الدعاء فهذا هو الحصن لك، وهو السد المنيع لعدم مقدرتهم على أن يروك. إذا لم تذكرها فأنت معرض لهذا الشيء وأنت من غير ملابسك. وأيضا يعني ذكر الله هو الفاصل بيننا وبين أعين الجن. فإذا خلعت ثيابك قل بسم الله، إذا خلعت ثيابك بالكامل فقل بسم الله، فهذا البسم الله هو الفاصل أو الحاجز بينك وبين الشيطان. خطأ آخر يرتكبه الناس وهو النوم على البطن، وهذا أيضا من يجلب شهوة الشيطان والجن والجن على الإنسان. وقد ورد في الأثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يأمر خادمة أبنائه أو حاضنة أبنائه اسمها حميدة: لا تدعين بناتي ينمن على بطونهن، لأن الشيطان يطمع فيهن. فهذه نقطتان مهمتان فيما يخص النوم. بارك الله فيك.